دورات الرمضانية بقى في رمضان، أكيد أكيد كان في دورات رمضانية في المنيا زمان وأنت زمان صغير، دي حقيقة. فاكر فاكر التفاصيل؟ انا فاكر لعبت دورات كتير جدا، بس في دورة مش هنساها، ان كان عندنا الكابتن، افتكر كابتن عادل لبيب تقريبا، كنت انا متصعد للدرجة الاولى عندنا في بني مزار، كنت صغير، وقال ما حدش يلعب دورات رمضان، وجم اصحابي ولازم الماتش ده عشان نصعد طب ليه؟ ليه ما حدش؟ علشان كان بعديها بيومين عندنا ماتش مهم. طبعا رحت مع زمايلي، طبعا الناس عارفه زمان كنا بنلعب على الملاعب اللي هي البلاط او الاسفلت، وقعت اتعورت في ايدي. جه الكابتن شافني قال لي خلاص انت مش معانا في مش الماتش معانا ده، في الماتش. وانا قلت ما تلعبش وكده، وزعلت واتضايقت جدا، وهو فعلا حرمني الماتش ده، عشان كده يعني الموقف ده مش ناسيه. بعدها كملت لعب ما ولا لعبتش تاني خماسي، خلاص لا حرمت؟ خلاص لا ما لعبتش.